بسم الله. في برنامج الاوتوكاد بعض الناس بيلاقي ان هو لما يضغط الزر الايمن الماوس، بعض الناس بيلاقي ان هو بيجيب له قائمة، وبعض الناس بيلاقيه بيكرر اخر امر. طيب ازاي الموضوع دوت؟ اشمعنى يعني؟ لو دخلنا على امر كونفيج اللي هو اوبشن، ودخلنا في يوزر بريفرنس، بلاقي عندي حاجة هنا اسمها رايت كليك كوستمايز. بدخل هنا بلاقي الديفولت مود، ده اللي هو العادي وانت شغال. في حاجة اسمها الايديت مود، ده لما تكون انت داخل بتعدل اللي جوه البلوكة. العادي هنا شورت كات منيو، تمام. ممكن تخلي برضو هنا مختلف، يعني تخلي مثلا في الايديت مود يعمل يكرر اخر امر، وفي الديفولت مود يعمل شورت كات. طيب خلينا نقول له اكرر اخر امر واقول له ابلاي اوكي. لما تدوس رايت كليك يجيب لي الاخر امر اللي هو ان انا قلت له افتح الاوبشن. طيب لو جينا نبص كده في اليوزر بريفرنس ودخلت رايت كليك، هلاقي تيرن اوف تايم سنتسيف رايت كليك، خلي الماوس حساس بتاعك. يعني ايه؟ يعني هيستنى كام ثانيه وبعد كده يخلي الامر عباره عن يطلع لك قائمه، يعني الامر الاساسي اللي هو ريبيت لاست كومنت، تمام. لو انت استنيت شويه بيعكسه الامر. طيب خلينا نعلم صح واقول له ابلاي ونشوف ايه اللي هيحصل، تمام. لو انا دوست دوسه بسيطه على الرايت كليك هيعمل ايه؟ هيكرر اخر امر. طيب لو دوست واستنيت شويه يجيب لي القائمه المختصره ديت.